الاستعدادات على قدم وساق هنا في ملعب سان ديني بالضاحية الباريسية. ستجري واحدة من أبرز الملاحم الكروية والتي ستجمع فريق بنزيما الطامح إلى الكأس وفريق محمد صلاح المتواعد بثأر قديم مع النادي الملكي. جمهور الطرفين يغلب عليه الحماس والرغبة في حضور نهائي يليق بمستوى الكرة الأوروبية. أشعر بحماس كبير، خاصة أن النهائي يلعب بجانب منزلي. من الرائع رؤية هذين الفريقين العريقين يلعبان هنا. أتمنى الفوز لمدريد. إنه أمر حماسي. شاهدت النهائي الماضي في مدريد، كانت مباراة رائعة. أنا أرجنتينية ونحن نعشق كرة القدم. 40,000 مشجع لم يتمكنوا من الحصول على بطاقات لحضور النهائي، بينما سيسمح ل20,000 مشجع من الناديين بحضور المباراة. بلدية باريس فرشت ساحتها بالسجاد الأخضر وأنشأت مناطق خاصة للمشجعين حول ملعب سان ديني تتسع ل45,000 مشجع، كما قررت منع تناول الكحول في مناطق التشجيع. هذا النهائي لن يكون عاديا، إذ ستسجل فيه غير الأهداف العديد من الأرقام القياسية والتي سينتج عنها العديد من الجوائز. بين ناديين عريقين، مجموعة من الأسماء الكروية، هناك حتى يعني منافسة على الكرة الذهبية، من سيفوز بها؟ قد تكون هذه المباراة حاسمة في ظل وجود هذه الكوكبة من النجوم، كريم بنزيما المرشح للكرة الذهبية، ساديو ماني، محمد صلاح. نهائي باريس يعيد للأذهان نهائي عام 81 بين الفريقين في المدينة نفسها، حينها خسر الملكي وكان آخر نهائي خسره مع ليفربول الإنجليزي. لا حديث هنا سوى عن هذا النهائي بين ريال مدريد وليفربول. عشاق بنزيما يقولون الكأس ملكية، وأنصار صلاح واثقون من أنه سيثأر ممن حرمه نكهة الفوز في النهائي الماضي. أما المحللون فينتظرون مباراة تجمع بين حكمة أنشيلوتي وطموح كلوب. محمد الحجي، العربي، باريس.